والله احنا الاحتفال باعياد الميلاد هي مناسبه وطنيه بالظبط زي ما هي مناسبه دينيه وطنيه بيحتفل بيها كل مواطن مصري. وانا في الحقيقه بتشرف ان كل سنه بحضر القداس الالهي بقياده البابا، والنهارده في يعني حاجه اضافيه للاحتفال ان النهارده كمان اللي بيقود القداس قداسه البابا تواضروس الثاني، فاول قداس للعيد هو بيشارك فيه وبيقود فيه الصلب بنفسه. يعني هو انا من يوم اتولدت وانا بحضر قداس العيد مع سيدنا البابا الميلاد او القيامه، ودي اول مره طبعا اجي القدرائيه وسيدنا البابا شنوده مش موجود، فانا جوايا مشاعر مختلطه، فقدان سيدنا البابا شنوده وفرحتنا بالبابا تواضروس تحاول تنسينا المشاعر الحزن بتاعت البابا شنوده. عيد الميلاد هو السيد المسيح جه لينشر السلام والحب والطمأنينة لكل فرد من الشعوب، كل شعوب العالم، يعني مش جه للأعباد بس، لا جه لكل الشعوب يديهم الحب ويديهم السلام والطمأنينة طبعا. بنتمنى انه السنه الجديده عموما تكون احسن على بلدنا، وان مطالب الثوره اللي عجزنا عن تحقيقها بقالنا سنتين ان ربنا يمكننا في السنه الجديده دي ان احنا نحققها ان شاء الله. الامنيه الاولانيه هي السلام، سلام للدنيا كلها، لمصر والعالم العربي كله والعالم كله، لكل شعوب، كل دب على الارض ربنا خلقها نتمنى لها السلام، تعيش في سلام. طبعا انا جاي في القداس للصلاه وللبلدي والشعبي، وأرجو لمصر كل خير وكل حب وكل سعادة لكل الشعب المصريين والمسلمين. طبعا نرجو بأن البلد تطلع من الوضع بتاعها ويبقى فيه محبة ويبقى فيه طبعا التنوع وكلنا نتكاتف لحب البلد وخير البلد.